السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل لحظة بتمر علينا واحنا بخير وسعادة، فكل لحظة وانتم بخير وسعادة. أتشرف بتلبيتكم الدعوة، وعظيم الشرف وجودكم معنا. وطبعا احنا عارفين ليس المهم العدد، ولكن المهم المتواجدين، وكلكم قامات. أرحب بكم، وشرف كبير تواجدكم معنا. طبعا صالون رؤية الثقافي صالون مسجل لدى وزارة الثقافة وتحت رعاية الاتحاد الدولي للثقافة العربية، ويمكن احنا العنوان اللي اخترناه عودتنا ان احنا توقفنا بعض الشيء، وخاصة بالظروف التي تمر بها البلد، وخاصة بعد كورونا. طبعا اتوجه بالشكر الى كل القائمين على مؤسسة بنت الحجاز، استاذ مروان، استاذة نادية، كل هيئة ومجلس ادارة المؤسسة الكرام. طبعا كلهم اخوة ودايما سباقين في عمل الخير وتلبية كافة الطلبات الخاصة بأي ندوة من الندوات، فأتوجه ليهم بعظيم الشكر والاحترام والتقدير. بالنسبة لتواجدنا اليوم، هو بس بداية لهذا الظهور بعد الانقطاع، وأرحب بأسماء الحضور وهم كلهم قامات: الأستاذ رشد الأمير، محمد جودة، الأستاذ أحمد فؤاد، الأستاذ دهب المجرابي، أستاذنا الكبير زعيم النوبة، الأستاذ هبة إسماعيل، الأستاذ أحمد زين، أستاذنا الأستاذ إبراهيم الطويل، الأستاذ حسني حامد، الأستاذ عوض الأسواني، الأستاذ جمعة الجرم. طبعا أتوجه إليكم بالشكر لتلبيتكم هذه الدعوة، ولنا عظيم الشرف تواجدكم معنا.